السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد عن قواعد البيانات. في هذا الدرس سأتحدث كيف تعمل ريبورتينج هو فيو للداتا التي لديك. طبعا بداية أنت نفرض لديك تيبل اسمه admin يحتوي يوزر نيم ايميل يوزر رول اي دي. يوزر رول هو عبارة عن سكندري كي من جدول آخر هو يحتوي على يوزر رول ويوزر admin. طبعا هاي اليوزر رولز هي عندنا admin technical غيرها والadmins هذه تيبل. الآن إذا عمل فيو من هذه التيبلين أقول لنيو فيو اختار تيبل ادمنز واختار تيبل يوزر رول ومن تيبل ادمنز اختار يوزر اي دي يوزر نيم يوزر ايميل يوزر واختار يوزر رولز. الان هاي الداتا اللي سوف تكون محصله لي هي الاي دي يوزر نيم ايميل واليوزر رول اي دي اسمه. الان اعمل سيف لهذا واسميه ريبورت فيو. هذا عباره عن فيو يكون هو عباره عن ريبورت. انا اعمل ريفرش لارى الريبورت فيو اعمل له سيلكت هذا هو الريبورت فيو عليكم خاص بي. الآن كيف أعرض هذه البيانات في ريبورت؟ أذهب الآن بداية أقول له add new folders أضيف إيش folder الأب كود أضيف فيه داتا سيت. طبعا الريبورت بطبعه يتصل بداتا سيت والداتا سيت هي تتصل بقاعة بيانات ويتم فلترة البيانات في الداتا سيت عن طريق table adapters. إذا نشرح تفاصيلها. الآن نذهب إيش إلى الداتا سيت المفروض موجودة في الداتا ثم داتا سيت طبعا نسميها اي اسم انا اسميها نفس اسمها. الان ايش اتصل المطلوب مني ان اتصل بقاعدة البيانات. طبعا اذهب الى تولز واختار connect to database المفروض انا هنا اختار اسم قاعدة البيانات تخصني تكون هذه الداتا بيس. ايش اسم الجد قاعدة البيانات سوف اتصل بها دي بي اكزامبل واقول لها اتصال. طبعا اساسا هي متصله ولا اتصلت بهذه هذه القاعدة البيانات تخصني. طبعا في هذه القاعدة البيانات فيها عدة فيوز منها هذا الريبورت فيو لو عملت له ريفرش هذا الريبورت فيو اللي انا اريده فقط ادرجه واستطيع ان تدرج بقية تيبلز او اي شيء مثلا ادرج تيبل ادمنز او اي شيء تريد ان تدرجه ادرجه. الآن هذا التيبل طبعا الريبورت يتصل بهذا هذا الكولومز طبعا تطلع تضيف كولومز او ريليشن او اي شيء وهذه يتم فلتر البيانات من الداتابيس عن طريق هذه الكويري. لو ترى مثلا لديك الكويري تعمل لها كونفيجريشن هي عباره عن جلب جميع البيانات من هذا التيبل. لو جيت نفذتها يقول لك هي جلب جميع البيانات من هذا التيبل. اذا كل بيانات سوف تجلب من هذا التيبل بدون اي تحديد. طبعا تستطيع ان تضيف انت كويري اخرى على سبيل المثال اد كويري وتقول له سيلكت واقول له مثلا اريد اجيب فقط بيانات اسم معين فاقول له وير اعتمد على اليوزر نيم واقول له وير يوزر نيم لايك اسم شخص معين وير يوزر نيم لايك اسم شخص معين كبارامتر بلاس ينتهي بأي عدد من الكلمات. الآن لو عملت له بولد كويري سيرد كويري الآن يطلب من عندي الاسم على سبيل المثال أي يعطيك علي يبدأ بهذا الاسم. الآن عملت كويري أخرى هنا فول باي أقول له نيم طبعا همشي جيت ميثود وهو هذا ما سوف أتعامل معه ميثود نيم. هنا اسمها جيت باي نيم أعمل له فينش. الآن شو لدي تو ميثود واحدة اسمها جيت باي نيم والميثود الثانية اسمها جيت داتا. واحدة جيت داتا باي نيم واحدة جيت داتا. حسنا لدينا two table adapters. الآن لدينا report view لدينا data set. الآن إيش أعمل؟ أجعل أصنع أدرج report أقول له new item أقول له أدرج الآن إيش report. الآن فذهب reporting وأدرج report. في هذا report سوف إيش أعمل؟ طبعا report يكون من عند الصفحات. الآن هذا report أقول له new data set تصل الداتا سيت التي تخصني هي الداتا سيت 1. هاي الداتا سيت بها ريبورت فيو فقط لا يوجد فيها غير شيء يمكن تضيف بها انت بعد امور انا ضايف بها فقط ريبورت فيو. طبعا تلقائيا الريبورت هذا اتصل بالداتا سيت 1. الان لو جيت على تيبلز ودرجت اي تيبل معين تلقائيا ترى الفيلز مثلا يوزر رولز تلقائيا متصله يوزر اي دي يوزر name الان اضيف الايميل واقول له insert new to the right و user email. طبعا الان انا اعمل له تكبير قليلا
واعمل له ايش على سبيل المثال تحديد في المنتصف تكبير، ثم اغير اللون مثل مثال الباك جراوند الخاصة به، واعمل هذا ايضا في المنتصف. حسنا الان ايش مثلا اذا اضع ريبورت هدر، مجرد هيدر اضع هيدر معين بيانات الادمنز واسمي هذا، هذا هيدر الريبورت. طبعا هذا بعيد جدا عن الهيدر، انا يعني شكرا لهم، انا هذا هو الريبورت الخاص بي اريد ان اعرضه. كيف اعرضه؟ اذهب الى هنا وادرج بدايه ادرج ريبورت فيو. طبعا قبل ادرج ريبورت فيو حتى اتعامل مع الريبورت انا احتاج اول شيء ان ادرج ايش، ادرج اجاكس سيكريتس، فادرج سيكريت مانجر بعض ادرج وين السيكريت مانجر، سو ادرج سيكريت مانجر. الان السيكريت مانجر تمكن من التعامل مع الريبورتس. الان بعد السيكريت مانجر ايش ادرج المطلوب مني؟ المطلوب مني ادرج SQL Object Data Source الذي هي تتصل ايش؟ تتصل بالتيبل بالداتا سيت، واقول له من هي الداتا سيت؟ هي هاي الداتا سيت ما عندي غيرها انا ابكود متصل كم تيبل. طبعا بهذه الداتا سيت انت اختاريتها، لو جيت مثلا شفت انت هنا قال لك هذا التيبل ادابتر، فهو متصل تيبل ادابتر اللي هو خاص ريبورت فيو باثنين تيبل ادابتر. لو ترى لو تتذكر هي جيت باي ديت جيت داتا وان جيت داتا باي نيم، انا اختار الان جيت داتا واقول له نيكست. الان اتصل هذا ب جيت داتا. الان كيف اعرضها في ريبورت؟ اغير ادرج ريبورت فيو واجعلها تتصل ايش؟ ريبورت 1. طبعا هو تلقائيا درج لي داتا سورس خاصه بها، لكن انا هاي داتا سورس لا اريدها، لان انا اساسا عملت داتا سورس، داتا سورس اللي تخصني هي 1. لو ترى يقول لك اسم الداتا سورس اللي متصل بها هنا الريبورت، هذا هذا الريبورت لو ترى يعطي ايش؟ يعطي اسم الداتا سورس المتصل بها سورس 1 والداتا سيت 1. طبعا هنا اسمي ريبورت باث غيره الى ريبورت باث واشيل هذا الريبورت. انا بدي الريبورت باث اعطيته اياه واكبر الريبورت اسمي درس الصفحه. طبعا لو نرجع للداتا الاوبجكت داتا سورس يعطيه ياخذ بارامترات مثلا سيلكت ميثود، ميثود نيم هي جيت داتا، والتايب نيم هي هذا التيبل ادابترز كل ما فيها هذا، يعني تاخذ اسم الميثودز. الان لو جيت عملت ريفرش انتظر لنرى النتائج. المفروض بيانات كل بيانات الاشخاص جميع الاشخاص سوف تعرض في الليست في الريبورت، ان كانت هناك اي مشاكل سوف نحاول تصحيحها. الان على الريبورت فيو editing data awesome، هاي كل البيانات التي تخصنا، هاي كل الاشخاص. لو ترى تحولها بكل بساطه الى اكسل شيت يعني فشي جميل جدا، يعني قبل حول لك اياها الى اكسل شيت اوبن وتحولها مثلا الى اي امر اي بيانات في دي اف او اي شيء، اي اكسبورت بي دي اف وورد او اي شيء مباشره يحول لك بيانات التقرير. طبعا الان انا الان شرحت لك ايش كيف تعرض بيانات جميع الاشخاص في ريبورت معين. طبعا انا لن اتطرق لجميع تفاصيل الريبورتس، لان اساسا انا لدي دوره تتحدث عن الريبورتس تتكون من 15 درس تستطيع ان تتابعها لمعرفه اي تفصيل عن اي ريبورت بكل وضوح بكل توضيح جدا واضح جدا. 15 درس يكون الواضحة ومفيدات لك. طبعا هذا الاكسل شيت، هذا الريبورت نايس. سو انا الان اريدها الان لا اريد ان اعرض لك جميع الاشخاص، اعرض لك مثلا تبحث عن شخص ويعرض لك بياناته في ريبورت. يعني انا ايش احتاج؟ احتاج زر للبحث
لا وهو تكست بوكس، وزر للباحث هو بوتون. طبعا البوتون سوف يكون فانا سوف امر يتغير. لو ترجع الى الداتا سيت تذكر نحن ضفنا تو ميثود، ميثود جيت داتا واخرى جيت داتا باي نيم، نعطيها النيم. اذا نرجع الى ويب فورم ونغير الداتا سورس الخاصه بنا، نقول له كونفجريشن نغيره ونبقى هذا محاضر عن الدفتر داتا تابتر، نختار هنا جيت باي نيم. يقول لك جيت باي نيم ترسل له لازم نيم. لو ترى هنا يسالك النيم، طبعا تستطيع ان تختار هنا يتصل بكنترول على سبيل المثال وتقول اسم الكنترول تكست بوكس 1 وفينش وتم. لكن هنا تحتاج ان تقول له هنا تقول له ريبورت فيو دوت دوكر ريبورت دوت ريفرش. لماذا؟ لان البيانات سوف تتحدث كل شويه تعمل بوز باك، فبما ان انت تعمل بوز باك لابد من رفرش البيانات تتغير. اذا لم تكتب هذا السطر لن تظهر لك بيانات لاحد، لانك انت كل شويه تعمل رفرش لبيانات شخص اخر. الان انتظر يرى النتائج. طبعا لو ترى البيانات لدي هي علي ايش لدي؟ لدي علي ومحمد وسامي. انتظر قليلا. طبعا تذكر ولا تنسى انه لديك ريبورت، لديك داتا سيت، لديك ريبورت فيور. الريبورت فيور يتصل بالريبورت والريبورت يتصل بالداتا سيت، ويتم جلب بيانات في داخل الداتا سيت عن طريق داتا ادابترز. انا اجيب بيانات مثلا علي، اكتب حرف الاي، اي شخص بدا بحرف الاي سوف يجيب بيانات اي شخص بدا بحرف الاي اللي هو لدي رقم علي جاسم. اطلب اس، اذن شخص شخص يبدا بحرف الاس الذي هو سامي. حسنا الان اريد ان اوضح لك امر اخر قد يكون نوعا ما مفيد لك. الان مثلا تريد ان تعمل جروبينج بهذه البيانات، قل مثلا اد نيو اد جروب وجروب بانت جروب. طبعا هي واضحه باسم ايش جروب على اساس هو يعني مثلا الادمنز يضعهم في جروب واليوزرز في جروب وكل شيء. طبعا الان عملت الجروب، انا اضع مثلا بيج نمبر، تريد مثلا فايضا فتضع فوتر ريبورت بيج فوتر، تضع مثلا هذه برامترات هي ثابته مثلا توتال بيج مجموع الصفحات الكليه وبيج نمبر رقم الصفحه الحاليه، وتضع مثلا رقم الصفحه من الصفحات الكليه، فاقول له مثلا تكس انتقل لفروم. حلو الان ايش عملت فروم حلو هذا حلو. انا ما اعمل ثلاثة ريبورتس حلو. الان هذه البيج نمبر اعمل فات لاين. اذا قفز قليلا، اذا يكون هذا في هذه الصفحة يعني بهذا الشكل بيج نمبر فروم توتال بيج. الان عملت سيف، اعمل رفرش للصفحة الريبورت. الان ترى النتائج، انا اقول مثلا هذه اضرب لك بيج واحد من توتال بيج نمبر وشار لك لاين جوا. شكرا لحسن المتابعة ونلتقي في دروس لاحقة. وإذا تريد أن تقرأ أي تفاصيل عن الريبورت رجاء تتبع هذه الـ15 درس.